Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleykum cemiyan ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ve taravih. Tekabbalallahu s-siyama vel qiyam ve sairil a'malis salihat. İqtaranetit taravih abra zaman ve abra mekan bi şahril mübarek bi şahri Ramazan el muazzam. Fekanen nasu ينتظرون هذا الشهر الفضيل ليعمروا المساجد في الأيام وفي الليالي أداء لصلاة القيام لصلاة التراويح فكانوا يتوافدون على بيوت الله صغارا كبارا رجالا ونساء وقلوبهم تسبق أبدانهم إلى المساجد ليعمروها ليحضروا صلاة القيام صلاة التراويح ولكن في هذا الشهر المبارك مع ما تحياه أمتنا وما ما يحياه وطننا بل وتحياه وتعيشه البشرية جمعاء من هذا الوباء الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عاجلا لا آجلا تغيرت الأمور فالتراويح لا تتوقف وصلاة القيام صلاة الليل وهي أفضل صلاة كما أنبأنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد المكتوبات بعد المفروضات فإذا توقفت التراويح في كيفيتها المألوفة سابقا فإنها لن تتوقف في حياة المسلمين الطائعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الناس اللي ولفوا يصلوا صلاة التراويح ويسعدهم إن شاء الله ربي يتقبل ولكن هذه السنة مع هذا المرض مع هذا الوباء نسأل الله أن يرفعه عز وجل عن البشرية قاطبة تتغير فقط الكيفية ولكن صلاة القيام تظل قائمة في حياة الناس من خلال أداء هذه الصلوات صلاة التراويح في بيوتنا مع أسرنا مع أفراد الأسرة وهذه نعمة أخرى نحتاج إليها فعلا في هذه الظروف لأنها تؤلف بين القلوب وتقرب بين أعضاء الأسرة الواحدة وربما هناك بعض الناس أو الكثير من الناس ما يحضروا صلاة التراويح في المساجد وهناك آخرون لا يتخلفون عن صلاة التراويح في المساجد في سابق الأعوام وفي سابق أشهر رمضان السابقة ولكن هذه السنة بالذات مع هذه الظروف تغير الوضع هي فرصة للناس لأداء هذه الصلاة صلاة التراويح مع أسرهم يتلاقى ويتعارفوا يحضروا معهم مع الجميع صلاة الجماعة وأجر الجماعة يتحقق مع اثنين فأكثر يعني اللي صلى مع واحد آخر مع شخص آخر داخل الأسرة يعني فقد تحققت الجماعة وينالان أجر الجماعة فكيف إذا اجتمع أفراد الأسرة على إمام واحد إنما جعل الإمام ليؤتم به واحد من أفراد الأسرة من الرجال يؤم أفراد الأسرة وينال الجميع أجر التراويح في هذا الشهر الفضيل وربما إخواني أخواتي ربما هذه الفرصة لن تتكرر في حياتنا في مستقبل الأيام وفي مستقبل السنوات إن شاء الله هذا هو آخر المصائب وآخر الأمراض التي نبتلى بها إذن هي فرصة نستثمرها جميعا لأداء صلاة التراويح لنوثق صلتنا بها ولا نقطع الحبل الذي يربطنا بها مهما تغيرت الظروف نسأل الله القبول ونسأل الله الرحمة للأموات والشفاء لمرضى الكورونا والمرضى جميعا نسأل الله أن يلبسهم جميعا ثوب الصحة والعافية ونسأل الله لنا جميعا العفو والعافية والقبول آمين آمين والحمد لله رب العالمين.